يقول السائل: هل يجوز استلقاء البدن كله على الكعبة؟ ما هو مشروع أن الإنسان يتعلق بالكعبة أو يبسط يده على الكعبة، ما هو هذا مشروع. المشروع أنك تستلم الركن اليماني عند الطواف تمسحه بيدك، وأن تستلم الحجر الأسود وتقبله إن أمكن، أو تشير إليه إذا لم تتمكن من تقبيله واستلامه تشير إليه. وأما بقية الكعبة فلا يمسح منها شيء ولا يتعلق منها بشيء، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا فعله الصحابة. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وصار يستلم الأركان الأربعة، فنهاه ابن عباس رضي الله عنه عن هذا العمل، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت، وترك هذا العمل. فلا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود، والحجر الأسود يزيد بأنه يقبل إذا أمكن ويشار إليه إذا لم يمكن من الوصول إليه، يشير إليه ويكب. أما بقية أركان البيت أو بقية جدران الكعبة فلا يشرع التمسح بها ولا التعلق بها، وإنما المشروع الدعاء عندها واستقبالها في العبادة، في تلاوة القرآن، في الصلاة، في الجلوس في المسجد الحرام يستقبل الكعبة، لأن هذه عبادة، الاعتكاف في المسجد الحرام عبادة، استقبل الكعبة استقبال. أما التمسح بها والتعلق بها أو بأستارها هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.